برضه عايز اناقشكم فيها، اللي لفتت برضه الانظار صوره طبعا الزوجه الكريمه لمؤمن زكريا وتواجدها، والصوره قد ايه كانت معبره عن، خلينا نتكلم على الست المصريه بشكل عام. طبعا هي طبعا نموذج للست المصريه، يعني يمكن انت لخصتها في الجمله يعني الصغيره دي، ان هي اي ست مصريه لازم يبقى ده دورها الطبيعي، وده يعني هي قدمت بس صوره جديده، واخد بالك، صوره جديده اكدت بيها على ان الست المصريه بتقف جنب جوزها في اصعب المحن وفي اصعب المواقف. عشان كده كل الناس برضو بيعتبروا اللقطات اللي شافوها زوجه مؤمن لقطات مهمه جدا وانسانيه جدا. يعني انا بعتقد انه التتويج هذه المره يمكن عشان للمره الاولى كمان، لكن ظهر في جوانب إنسانية إيجابية وإنسانية طبيعي، ودي حاجة محترمة يعني. طبيعي. لا يمكن طبعا يعني المشهد بتاع زوجة الكابتن مؤمن مشهد لفت الأنظار بشكل كبير، يعني إذا كان مؤمن بالنسبة له بيحظى باهتمام كبير جدا حواليه، فاللقطة دي اللقطة دي لهذه السيدة المصرية العظيمة المحترمة بتثبت أن الزوجة هي السند، وانها تكون يعني واقفه جنب زوجها في اصعب فترات حياته بمنتهى القوه وبمنتهى التحدي وبمنتهى الاقتناع، وده مهم جدا، يعني تشعر ان هي يعني مؤمن بيتعكز عليها، بيتسند عليها وهو يعني نازل وهي قاعده جنبه، يعني ماسك في ايديها انت السند. والجزء الثاني اللي انا لاحظته كمان انها مش شوينج، يعني مش هي، لا خالص، هي يعني ما شاء الله عليها ربنا يعني يكرمها، مش مهتمة بقى حد بيتصور، هي قاعدة جنب جوزها عشان باحترام وبأدب ويعني ما شاء الله عليها، ويعني بتكلم حتى ما لفتش نظر انها مثلا عايزة تصور او بتبص الكاميرا او لا خالص. فهي ما شاء الله يعني ربنا يكرمه بيها. في ناس يا كابتن هاني مش ما لهمش في الكرة خالص، ما انا عشان كده بقول ان التتويج ده، انا شفت ناس كتيرة ما لهاش في الكرة لما شافت اللقطات وشافت ال 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 المشاهد الموازيه جوه الحدث، في ناس كتيره اتاثروا بالكلام ده حقيقي، واخد بالك، وهي حقيقي. مش يعني مش رايحه في دماغها انها تطلع على الشاشه خالص خالص، هي رايحه مع هي سند لجوزها طبعا، بتعطي مثال ونموذج للست في وقفتها مع جوزها بالظبط، مثال يعني صوره، الحقيقه صوره لابد ان نبروزها، وجميل ان حضرتك فتحت الموضوع ده يا كابتن هاني، لان ده النموذج اللي المفروض نبقى موجودين فيه كلنا. صحيح. ان دايما لما يكون في حد في ظهرك بهذا الشكل يبقى دي حاجه، يعني هي الست المصريه، هي القيمه، هي بنت البلد الاصيله المحترمه اللي بتقف جنب جوزها، اللي تبقى معاه في السراء وفي الضراء، اللي تبقى معاه لما يكون هو في النجم الكبير طبعا، نجم، ولو قدر الله لو حصل له حاجه مظبوط، هي بتبقى دايما واقفه في ظهره واقفه معاه. ده جزء من الرزق بقى يا استاذ اوس، طبعا يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الحلقه انا وانت كده، ان ده رزق برضو. طبعا الزوجه الصالحه رزق للراجل طبعا يعني انها تبقى موجوده في حياته، فبتدعمه وبتؤذي وتسلم. ليها كل التحية وكل التقدير.